عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم عندنا تحدي، هذا التحدي بيتحدوا به الناس من غير شهر رمضان، يعني من غير الصيام، وأنا رح أتحداكم ورح أتحدى نفسي في شهر رمضان. اليوم نحن صايمين، يعني هلأ الساعة كم؟ الساعة 4:35، يعني لسه الضوء، مشان ما تقولوا لي حميدة انت بتغشي. لا والله والله صايمة، يعني راح تشوفوها من وجهي انه حماسي شوي، يعني مو مثل الايام اللي بكون فيها فاترة، يعني هادي اوكي بدينا حميدة بدينا صايمة. خلونا قبل ما نبدأ الفيديو حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل فيديو جديد، وخلونا هلأ نبدأ التحدي. ليتس جو. نسيت حتى أقولكم إنه شو هو التحدي. التحدي هو أتحداكم ما تجوعوا، يعني شفتوها من العنوان. أنا غبية شوي، يعني لا تاخذوني لأنه رمضان والله صايمة. خلونا نبدأ الفيديو. أوه بداية جميلة، يا الله شو هذا؟ أوه ماي جاد، شوفوا معي، او ماي جاد، ليش عم يعملوا هذه الحركه المشمئزه اللي بتشهي كثير؟ يا الله شوفوا مع البيتزا، الاصوات كل شيء على الاصوات، اصوات البيتزا. يا الله بطاطا عم تقتلي تقلع. يا الله شكلهم رح يسيبوا التاكوس او شاورما او شو هاد. اوكي رح نشوف. يا الله شوف هذا الشيء كثير بتشهي. او شاورما، يا الله كثير بتشهي. واو يا الله شو دربنا نحن صايمين. يا الله شوفوا شكلك قداش كبير، مين راح ياكل هذه؟ انا راح اكلها يعني بعد الافطار. جيبوها لي بعد الافطار والله اكلها كلها. مع انها كبيره كثير. يا الله شيء بشهي، راح يقسمها من النص نشوف. يا الله شوفوا كيف بتشهي. او ماي جاد او ماي جاد، شكلنا رح نتعذب. شوفوا الصوص كيف عم تنزل، ليش عم تعمل هذه الحركه؟ يعني هو بده يشهينا كثير. هذه الفيديوهات الناس بتكون ما صايمه بتتشهى، يعني فما بالكم نحن صايمين. يا الله شوفوا معي من الداخل. أوه. الاصوات اللي بتجنني انا، اسمعوا الاصوات. واو يا الله كثير بتشهي. نحن شو دربنا؟ اوكي رح نتعذب حتى الفطور. انا مثلكم يعني، نحن كنا صايمين. اوه شوفوا الصوص كيف نازله، والله كثير بتشهي. حميده شكلها يعني صايمه كثير. انا ماني متحمسه لهذا الفيديو، يعني ما متحمسه مثل الفيديوهات السابقه. اول فيديو تقريبا يعني رح اعمله انا صايمه، كل الفيديوهات بعملها وراء الفطور، افطار مو الفطور. افطار. يا الله شوفوا او ماي جاد البرجر، انا عن جد بحب كثير البرجر. يا سلام او ماي جاد، هذا ما هو برجر حميده، انت شكلك صايمه. هذا برجر اللي كان من قبل، ما هو برجر، كان ساندويتش طويل. اوكي يا الله او ماي جاد كثير بتشهي هذه الحركه، ان نخشيها في الصوص وناكلها. يا الله اوكي شوف شو راح او برجر كمان. انا كثير بحب البرجر، خبرتكم عن اكلتي المفضله في فيديو اسئله واجوبه، اللي ما شافه راح خليه هنا. انا كثير بحب البرجر، وكمان بحب الاندومي كثير. يا الله كثير موت في البرجر، برجر برجر برجر. شوفوا الصوص كيف عم تنزل عليه. يا الله اوكي كثير بشيء. هذه جبنه، يا الله او شوفوا معي. يا ربي شو ذنبي انا عم اتفرج على هذا الفيديو، ليش عم تعملي هذه التحديات يا حميده؟ يا الله اوه انا كثير مش شهيه اكل والله، شو رح نعمل؟ والمشكله هو انه وين رح نلاقي هذا الاكل وراء الافطار؟ ما نحن عندنا حجر منزلي، يعني وراء الافطار ما في محلات بيحلوا. اوكي يا الله كثير بحب هادو، بحب اكلهم، مين مثلي؟ يا الله شوفوا كيف عم يعمل، كانه بيقطع الفلفل. انا بعمل الفلفل مثل هذه الشكل، كيف بيقطعها؟ يعني بقطعها مثل هيك واعمل لها مربعات صغيره. يا الله شوفوا منظرها كثير بشهي. يا الله شوفوا معي الشوكولا، او ماي جاد يا الله كثير بشهي.
نحن بس نتفرج اوكي. اوه كتير بتشاهي هادي يا الله، وين نحن رح نلاقي هادي المأكولات؟ ما هادو بدهم يجننونا حتى وراء الافطار ما رح نلاقيها يعني. واو شوفوا كيف منظرها بالشهي يا الله، رح يخرج الشوكولا هلا يا كتير بحبها. اوكي دي بعرف اعملها في البيت، رح اعملها وراء الافطار. انا شوي بعرف اطبخ، بعرف اطبخ حلويات وهيك شي شوي يعني. يا شوفوا شوفوا كيف حلوة يا الله. واو هاي ذكرتني فيلم كوري بيعملوها الكوريين كتير، يعني بيعملوها بالنقانق مثل هيك. شوفوا عندهم كتير بالأكلات كتير بتشهي، بس ولا مرة دقتها يعني، ما بعرف وين يعني تتباع عندنا في المغرب. واو كتير بتشهي. واو شوفوا شو الأصوات اللي بتجنني. شوفوا شو رح يخرج لنا. واو يا الله. والله كتير بشهي يا الله. تشيز برجر، هذا برجر من نوع ثاني، هذا ولا مرة يلا اول مرة شفته، ولا مرة شفته. او ماي جاد شوفوا الصوص معي كيف تنزل يا الله. او ماي جاد حرام عليكم، انا شكلي نعسانة كتير وجوعانة وكل الاشياء في الان. جوع ونوم، رح تشوفوا عيوني يعني شكل نايمة اصلا. يا الله شوفوا البرجر يا الله. واو كتير بشهي والله. واو. يا الله شو درمنا نحن نشوف هذه الاشياء ونحن صايمين. اوكي نستمتع بالمقطع ونسكت، اني جعت كتير وتعبت من الكلام. شوفوا كيف عم تنزل الشوكولا. البرجر هو اللي انا كتير بحبه. شوفوا معي جبنة كيف على الكفتة يا الله، والله بتشهي. ثلاثة طبقات من الكفتة يا الله. او ماي جاد شوفوا الصوص الفوق كيف نازلة. يا الله شوفوا كيف عملوا. واو كتير بشهي، عملها مثل الصوص يعني الخبز التورتيلا بيعملوا له هيك مثل الصوص. اول مره بشوفه صراحه، رح يجي لذيذ من الداخل يعني. او ماي جاد كتير بشهي والله. يا وين تتباع هذه الاشياء؟ والله انا ولا مره شفت هذا يعني مثل هذا الشكل ولا مره صراحه. شوفوا مع الكولا كم هي بارده والثلج يا الله. شوفوا كيف عم يفتحوها، انتم يشهونا يا الله. هذه الحركه بتستفزني، ليش عم تعملوها؟ كتير بتشهي والله. كان هذا اخر شيء في الفيديو. او ماي جاد والله انا شكلي صايمه، اعتذر منكم. يعني هذه حميده في الصيام، اتمنى تكونوا جعتوا مثلي، اتمنى تكونوا جعتوا. اكيد جعنا يا الله، والله مقطع كان بشهي كتير. كتبوا لي شو اكثر اكله بتحبوها واكثر اكله شهيتوها في هذا المقطع. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اذا عجبكم حطوا لايك، واذا جاب لكم جوع حطوا لايك كمان، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه. اوكي هذه حاله حميده، قولوا لي في التعليق حميده اخر مره تصوري وانت صايمه. بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي، باي.